مرحبا اخواني المتابعين، حياكم معانا مرة ثانية في تغطية دائما مستمرة لايف. هذا حصري الان لرابطة محبين تايلند. انا موجود في مطار بوكيت اليوم الاربعاء تاريخ 6/1/2021 الساعة 10 الصبح. مسافر ان شاء الله بعد ساعة، عندي رحلة داخلية محافظة كونكان. هذا مطار بوكيت. طبعا عملنا تشيكن على طيران اير اسيا، ومثل ما شايفين الحركة خفيفة جدا. اللي موجودين في المطار ما ينعدون على اصابع الكاونترات. شركات الطيران معظمها فاضي او مغلق، يمكن واحد ولا اثنين قدام كل كاونتر. الحمد لله رب العالمين. الحين بندخل داخل وبنكمل التقرير. طبعا دخلنا الصالة، خلاص ننتظر موعد الطيارة. نفس الكلام، معدودين على أصابع نسبة المسافرين في مطار مثل مطار بوكيت. الساعة تقريبا الحين 10:30، المطار يعتبر شبه فاضي، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم على خير. الحمد لله سلامة. طبعا وصلنا الحين الى مدينة كونكان، محافظة كونكان، على متن طيران اير اسيا. مطار صغير، مدينة صغيرة. شكرا لمتابعتي.